بوسي شلبي، اهلا وسهلا فيك. شكرا استاذ، اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيكم. قد ايه بتعني لكم صباح؟ رح نحكي على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني. بوسي، كنت اكيد انك رح تكوني هون. انا يعني صباح، انتم ما تعرفوش صباح ايه بالنسبه لي. انا صباحي المثل الاعلى، صباح انا بشوف فيها الحياه، بشوف فيها لبنان، بشوف فيها السعاده، بشوف فيها الفرحه. كانت صاحبتي جدا وكانت قريبه مني جدا، ويمكن مصطفى مدير اعمال مالها في مصر 25 سنة عارف مدى حبي وحبها ليا. صباح لما نزلت على مصر آخر مرة، أنا أول واحدة استقبلتها تحت الطيارة بدبكة وباستقبال كان رهيب، وزي الاستقبال اللي شفتيه ده الجماهير في مصر استقبلوها، كل النجوم جم. قالت لي أنا حاسة إن أنا مش هاجي مصر تاني. قلت لها، وقالت أنا حاسة إن أنا جاية بودع مصر. قلت لها أنت هتفضلي في قلوب مصر، مش ممكن هتودعي مصر. أنتوا زي ما بتحبوها وزي ما شايفين صباح دي بنت لبنان، هي بنت مصر كمان. صباح معاها الجنسية المصرية، صباح صحيح. في كل بيت مصري. صباح أنا اتعلمت منها كل حاجة حلوة. اتعلمت احب لبنان من صباح، اتعلمت اللبس من صباح، اتعلمت اني ما ازعلش من صباح. هي دي صباح اللي كلنا النهارده جايين نودعها، ويعني كنت اتمنى ان انا اجي اشوفها مش اجي اودعها النهارده. نعرف نحن انه الشعب المصري شعب محب، لك الخلاق، لك المبدع، بس كان عنده السبوحه يعني المدلله. لا مدلله بجد، انت ما تعرفيش صباح. ما فيش ست في مصر ما بتعشقهاش، ما فيش الاجيال الجديده بجد. يعني انت ما بتشوفي فيها صوره المراه الحلوه، بيشوفوا الأولي. فيها بيشوفوا فيها كل حاجه حلوه. اغاني صباح امهاتنا علمتنا نحب المغنى من اغاني صباح. أي أغنية؟ يعني كل اغانيها يحطوا لنا، كانت ماما وكانت اختي على طول حاطين. يعني انا اعرف امورتي الحلوه بقت حلوه دي كانت ماما دايما تغنيها لي. يعني عايزه اقول لك ان صباح مصوره فيلم ليله بكى فيها القمر في بيتي. والسرير اللي كله شموع هي وحسين فهمي فيه، ده اوضتي. وقعدت صورت الفيلم ده عندنا 15 يوم كانت عندنا في البيت. والله ما كانت يعني لحظه ما حسيتوا فيها، ما حسينا نسمه عايشه في البيت. وقد ايه كانت بتعمل حيويه، الشارع كله كان بيطلع. والله ما كانت تزعل حد، تسلم على الناس كلها. صباح صباح حالة بهديك المرحلة كانت تعبانة نفسيا، كانت وقت مثلت ليلى بكى فيها القمر، بس كانت على المستوى الشخصي. والله ما تشوفيها كانت والله كانت كلها تفاؤل وكلها حيوية، ولابسة الجلد الذهبي وتقف وتغني وتعمل حياة. وما بين التصوير كانت تعمل تقف تغني لنا كلنا، وتطلع من البلكونة تغني، والجيران يقفوا يسقفوا لها في الشارع. صباح لما كانت تمشي في مصر الشوارع تتقفل بجد. يعني هي ليها مكانة كبيرة، وعمرنا ما حسينا إنها لبنانية. يعني أنا فين بعد فترة لما حسيت إن صباح لبنانية؟ طول عمري أحس إن صباح ماما وأختي وصباح، يعني واحدة من العيلة، واحدة من عيلتنا يعني. كانت قريبة من أختي جدا، ويمكن فيهم شبه من بعض كبير. وكنا دايما نروح عندها البيت، كانت عاملة بيتها كله أبيض في أبيض في مصر. كانت يعني حتى لما تروحي تستقبليها في البيت، والله العظيم كامل أناقتها وكامل ألمظتها وشعرها معمول وفول ميك اب، تحسي انها مشرقه دايما على الحياه. صباح كانت بكل الحوارات تقول مصر عملتني واحبائي بمصر وحياتي كلها ونجوميتي طلعت من مصر. شكرا بوسي شلبي، شكرا لحضوركم، اهلا وسهلا فيكم.